لكن يقول علماؤنا حتى بعض العجموات تفهم الحرام من الحلال. العجموات العجموات يقول القائل قطة عندك القي لها سمكة تأكل السمكة أمامك دون أن تهرب دون أن تهرب، لكن تخلنا دخلت المطبخ وسرقت سمكة لا تقف أمامك تمعن في الهرب. سرقت سمكة لا تأكلها بطمأنينة إنما تأخذها وتجري، لكن هي جنبك وأنت ألقيت إليها سمكة تستأنس بك وإنك الذي أعطيتها. فالعجموات تفهم تفهم فهما على قدر إفهام الله لها سبحانه وتعالى. وقد قال عمرو بن ميمون كما في البخاري موقوفا عليه هم من التابعين المخضرمين: رأيت قردة في الجاهلية قد اجتمعت عليها القردة فرجموها. وفي بعض الطرق قردة قد زنت فاجتمعت عليها القردة فرجموها. فبعض العجموات تفهم بإفهام الله لها.